تحية من جديد، أجدد الترحاب بكل مشاهدينا الكرام، بكل متابعينا الأوفياء والأعزاء أينما كنتم في كل مكان، مباشرة من مدينة بني ملال في هذا البث المباشر الجديد في هذه الجولة الصباحية بأحياء وشوارع المدينة. طقس وأجواء باردة نسبيا صباحة اليوم الجمعة بجوهرة الأطلس المتوسط، 22 درجة اللي كتسجل في هذه الأثناء بالضبط، من المتوقع أنها توصل 35 درجة بعد زوال اليوم كأعلى مقياس، ومن المرتقب كذلك أنها تسجل 22 درجة بالمساء والليل. نسبة الرطوبة كتجاوز 37% بقليل في هذه اللحظات، سرعة الرياح 3 كيلومترات في الساعة، تسجيل ارتفاع ملموس في درجات الحرارة هنا في نهاية الأسبوع. كذلك من المرتقب حسب النشرات الإنذارية للمديرية العامة للأرصاد الجوية أنه يتسجل ارتفاع ملموس في درجات الحرارة في هذه الأيام ديال نهاية الأسبوع، كتجاوز 30 درجة حتى 35-36 درجة في هذه الأيام القليلة المقبلة. هي أجواء استثنائية بطبيعة الحال حركية بشوارع وأحياء المدينة صباحة اليوم الجمعة، جمعة مباركة للجميع بطبيعة الحال. أذكر 22 درجة اللي كتسجل في هذه الأثناء، ومن المرتقب أنها تصل 35 درجة بعد زوال اليوم، من المرتقب كذلك أنها تسجل 22 درجة بالمساء والليل. نسبة الرطوبة كتجاوز 37% في هذه الأثناء، سرعة الرياح 3 كيلومتر في الساعة. أذكر هو ارتفاع تسجيل ارتفاع ملموس في درجات الحرارة نهاية هذا الأسبوع حسب ما هو معلن نشرات الإنذارية للمديرية العامة للأرصاد الجوية، تسجيل ارتفاع بعض الارتفاع الملموس في درجات الحرارة بالنهار بالمدن الداخلية بالأطلسين المتوسط والكبير. إذا مشاهدينا متابعينا الكرام، إلى بث مباشر آخر دائما من مدينة بني ملال أو إحدى نواحيها أو إحدى أقاليمها، مع تحيات أخوكم طارق دائما، سعد الله أوقاتكم بكل خير، جمعة مباركة وإلى اللقاء.